صلاة وزكاة وصيام وحج وبقية العبادات، لن تنفعك هذه العبادات إطلاقا إذا فقدت التوحيد وأشركت بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا فقدت التوحيد كانت أعمالك هباء منثورا. أخذوا الضلالة صاغرا عن صاغر، إسنادهم لفلاسف اليونان. ووقوع آيات الصفات بأذنهم، وقع الأذان بمسمع الشيطان. نوويهم يزعم بأن الأشعري، وكذا الغزال مجدد الأديان. وحشى كتابا فيه يشرح مسلما بضلالهم في الوصف للرحمن. نشر التبرك بالبصاق وقد أجاز الابتداع بلا هدى الرباني. من كان مصدر علمه عن أشعري فهو الجهول يضل في الإيمان.